منذ مئات السنين عرف العراق أرضا زراعية خصبة وكثرة المزارعين حيث يتغنون بحبهم لأراضيهم والحفاظ عليها، إلا أنها في الوقت الحالي أصبحت منازل قسمت وعرضت للبيع ضمن مساحات سكنية صغيرة في أطراف مركز المدينة. أي موافقات من أي جهة ماذا يتحصلون عليها؟ لأنه هي مخالفة للقوانين والتشريعات اللي تخص بلدنا مو محافظتنا فقط. فإحنا إن شاء الله يعني سنة سنتين لا فاقد ولا مفقود إن شاء الله على مستوى النخيل، لا أتوقع زيادة بي إن شاء الله، بس في حالة أنه نظل محافظين على اللي قدرنا نحافظ عليه، البساتين اللي داير مداير المدينة القديمة في كربلاء المقدسة. لجنة التفتيت والتجريف كان من المفترض عملها متابعة ورفع دعوات قضائية لمن يجرف الأراضي في المدينة، فخسارة مليون نخلة تعد ظاهرة خطيرة تؤثر على بيئة كربلاء بصورة مباشرة. هل سمعنا يوما أنه هذه المديرية رفعت دعوة قضائية؟ ليس من الصعب أن تعلم أن هناك تجريف، فقط عليك أن تتجول في المدينة وتجد لافتات قطع أراضي للبيع. فقدنا خلال هذه الفترة مليون نخلة في كربلاء، كان عدد النخيل أكثر من 3 ملايين، الآن أقل من 2 مليون. المزارع يستغل الليل يقطع الأشجار يرميهن في مكبات الأنقاض، والغرامة تأتي 100 دينار على النخلة لو 150 دينار. تقليل حجم الواردات المالية للمزارعين وعدم الاعتماد على الاقتصاد الأخضر من قبل الفلاحين ما يضع العراق في المرتبة 5 لأكثر الدول تضررا من تجريف البساتين وتعرضها للتصحر حسب ما صرحت به بيئة كربلاء. ظاهرة تجريف البساتين تأثر تأثير مباشر على البيئة وتسبب عدة مشاكل بيئية، من ضمنها تطاير الغبار، من ضمنها تقليل الاقتصاد، الاعتماد على الاقتصاد الأخضر اللي هم يعني الفلاليح المزارعين اللي يعيشون على هذا، وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري اللي العالم كله قاعد يتأثر والعراق بصورة خاصة، لأن من أكثر مرتبة 5 من حيث الدول المتضررة من حيث الاحتباس الحراري. يحتل العراق المرتبة 5 بأكثر الدول تضررا من تجريف البساتين وتحولها إلى مناطق سكنية، ما يؤثر سلبا على بيئة كربلاء ومحيطها. بقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.